بالنسبة أخويا المبادرة ديال اللاعب حمد الله مبادرة زوينة إنسانية مزيانة، خصها يكون ديما فهمتي، هي مزيانة هادي فتحت الأبواب لوحدة أخرى إن شاء الله يوليو يعرفوا الناس اللي ما عندهمش والناس اللي عندهم. مزيانة مبادرة إنسانية، خص الناس هادشي يكون متداوم. تعزينا الحارة لريان والعائلة ديالو والشعب المغربي داخل وخارج الوطن والعالم بأسره. أنا جد فرحانة بالجست اللي دار حمد الله، الله يجعله في ميزان حسناته. وهاد البديرة مزيان الواحد يديرها، يعني أي واحد راه خصو يوقف مع أخوه في أي محنة في أي حاجة، والله يجعلها في ميزان حسناته والله يسر الأمور وشكرا. أنا بغيت نتكلم على هاد الطيف الرايا الله يرحمه، هو راه ولدنا كاملين وبقى فينا صراحة الحمد لله على لطف الله وبغى الله، يعني وهاد المبادرة اللي دار هاد السيد الله يجازيه بخير. واللي بغيت نشير ليه هو راه كاين بزاف من الريان محتاجين فهمتيني في المغرب كامل وربما العالم كامل، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني يكونوا بزاف من هاد الناس يديروا بحال المبادرة. وزعما تنشكروا كاع الناس اللي وقفوا معاه وحنا واقفين معاه بقلوبنا، واقفين بوليداتنا وبكل شيء، يعني وحنا راه مغاربة ومسلمين والحمد لله، والله يرحمه ويرحم الجميع.